السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد اليوم من قناة عدن الفضائية. كالعادة مشاهدينا الكرام نناقش نحن وإياكم وضيوفنا في الاستديو وعبر الهاتف المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي وكذلك على الصعيد والجانب العسكري والميداني والأمني. مستجدات كثيرة تشهدها الساحة اليمنية في مختلف المحاور، وبداية حصادنا لهذه الليلة سيكون مع أخبار المقاومة. صدت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء اليوم هجوما نفذته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مديرية الزاهر، وأوضحت مصادر محلية أن المواجهة التي اندلعت أمس الجمعة بين المقاومة من جهة والحوثيين من جهة أخرى كانت تحاول التقدم باتجاه منطقة المسياب أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من الميليشيا الانقلابية. محافظة البيضاء مشاهدين الكرام مثل ما تتابعون دائما وهي محافظة مشتعلة في جميع جبهاتها. بالبداية كانت الجبهات في قيفة ردها وفي الزاهر، الآن توسعت كل الجبهات في البيضاء وتقريبا كل القبائل تفاعلت في مواجهة الانقلاب والميليشيا الانقلابية في هذه المحافظة. منطقة الزاهر بالذات منطقة مشتعلة على الدوام، قبائل آل حميقان هناك تسطر يعني أروع صور النضال والمواجهة في سبيل التحرر وطرد الميليشيا الحوثية. كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون وقوات المخلوع صالح، وقالت مصادر محلية أن الغارات استهدفت معسكر السواد ودار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، كما شن طيران التحالف العربي 4 غارات جوية على جبل نغم بالعاصمة صنعاء. طبعا العاصمة صنعاء هي تعتبر يعني الجبهة المهمة والاستراتيجية بالنسبة للتحالف العربي وللحكومة الشرعية، وتشهد الجبهات في محيط صنعاء خصوصا في منطقة نهم أو في بعض المحافظات الأخرى مثل الجوف ومأرب والمنطقة العسكرية الخامسة، تشهد هذه المناطق حراكا عسكريا قوي للضغط على الميليشيا المتمردة وقوات المخلوع صالح التي موجودة بصنعاء. الطيران التحالف العربي يشكل مساندة قوية بالنسبة للمقاومة والجيش الوطني من خلال هذه العمليات التي تستهدف القدرات العسكرية للميليشيا الانقلابية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وبالأساس هم هذه القوات هي التي كانت من أول تمثل الجيش اليمني والدولة اليمنية، ومع الأسف الشديد كانت أو خانت يعني الوطن وخانت الشرعية واختطفها الحوثي، وهو بالأساس مخترقها الحوثي وعلي عبد الله صالح منذ أمد بعيد. قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد سمير الحاج أمس الجمعة إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم على مختلف الجبهات بدعم وإسناد كامل من قوات التحالف، مشيرا إلى أن الميليشيات شنت هجوما عنيفا على جبل الهان في المنفذ الغربي لتعز في محاولة فاشلة لاستعادته، مؤكدا أن القوات الشرعية لن تتخلى عن الإنجازات التي حققتها، وأكد أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تحشد المزيد من الآليات إلى محافظة تعز في محاولة منها لإعادة الحصار إلى المدينة مرة أخرى. طبعا في تعز حصلت هناك يعني تطور عسكري كبير من خلال العمليات العسكرية والبطولية التي تسطرها وتصورها المقاومة الشعبية في تعز، وكذلك الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي، وكذلك المساندة التي أتت من بعض الألوية أو بعض الشباب المقاومة من أبناء عدن والمناطق الجنوبية. هناك تطور كبير في تعز والأمور تبشر بخير، وربما من الضروري جدا أو أصبح القرار متخذ بالنسبة للحكومة الشرعية والتحالف العربي أن تخرج تعز كليا من تحت سيطرة الحوثيين في هذه المرحلة. ربما تعز بالأيام القليلة القادمة تكون محررة بالكامل،
وأبناء تعز خلال هذه الفترة أثبتوا المقاومة، أثبتت بصراحة تفوقا كبيرا، بطولة استبسال مجموعة من المدن والمديريات تم تحريرها. صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز هجوما شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مواقعها في هيجة الشرج بمديرية الصلو. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت اليوم السبت من صد الهجوم وأجبرت الميليشيا الإنقلابية على التراجع بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 8 وإصابة العشرات من الميليشيا. وغنمت القوات أو قوات الجيش والمقاومة عددا من الأسلحة بينها معدل 12.7 وأسلحة الكلاشينكوف والذخيرة. وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش والمقاومة تحقق انتصارات كبيرة في مختلف المواقع والجبهات العسكرية، وذلك في إطار خطتها العسكرية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على المحافظة وتحريرها من الميليشيا الإنقلابية. طبعا تحاول الميليشيا الإنقلابية جاهدة إلى استعادة المواقع التي خسرتها، تعزيز يعني مواقعها من خلال التعزيز بالآليات واستخدام الأفراد والمدرعات من خارج محافظة تعز من أجل تعزيز وجودها. طبعا تعز تعتبر بيئة طاردة للإنقلابيين غير بعض المناطق الأخرى، ربما هم يدركون الإنقلابيين أن تعز ستنفجر في وجههم. طبعا تعز هي عندما نقول تنفجر لا يعني أنها لا تقاوم، تعز تقاوم، لكن تعز هي المحافظة المرشحة أن تتحرر قريبا من دون باقي المحافظات الأخرى. المحافظات الأخرى لها ظروفها من عدة تركيبات مختلفة. أعلنت قوات الجيش اليمنية الموالية للحكومة عصر اليوم السبت مقتل 23 من مسلح الحوثي وقوات الموالية لهم بنيران التحالف العربي في بلدة حرض الحدودية شمال غرب البلاد. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش الوطني إن 23 عنصرا من ميليشيا الحوثي وصالح قتلوا في قصف مدفعي لقوات التحالف العربي على مواقعهم جنوب بلدة حرض الحدودية التابعة إداريا لمحافظة حجة. طبعا منطقة حرض يعني هي فيها المنفذ الحدودي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وهذه المنطقة هي منطقة مهمة، مدينة يعني ليست بالكبيرة ولكن كذلك مدينة مهمة. هذه المنطقة هي ضمن المنطقة العسكرية الخامسة، وهناك في تحرك كبير في المنطقة العسكرية الخامسة الذي يوجد فيها كثير من الموانئ والمرافق وشريط بحري يعني كبير، يعني يعتبر هذا مؤثرا. الحكومة الشرعية والتحالف العربي هناك يعني تحاول أن تضغط على الحوثيين وتطردهم من هذه المناطق. كثير من المحاور والقضايا سنناقشها في الاستوديو نحن وإياكم وضيفنا، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حصاد اليوم. رحبوا معي مشاهدي الكرام بضيفنا في الاستديو الناشط السياسي المعروف العميد محمد حسين المرفدي الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية. مرحبا بك سيادة العميد. حياكم الله وشكرا لكم، شكرا على هذه الاستضافة، ونشكر قناتكم عدن على المتابعة المستمرة لمختلف التطورات في اليمن. أهلا وسهلا فيك. بداية مشاهدينا الكرام نذكركم بأبرز محاور حديثنا في حصادنا لهذه الليلة. الحكومة الشرعية ترحب بأي حلول للأزمة في اليمن شريطة الالتزام بالمرجعيات. اللواء الركن محمد علي المغدشي رئيس هيئة الأركان العامة، صنعاء أصبحت قريبة وفي متناول اليد.
المقاومة في تعز تضحيات وانتصارات. الحزام الأمني بعدن عاصفة أمنية وعاصفة أمنية تبعثر مخططات الإرهاب. سنناقش هذه المحاور مشاهدينا الكرام مع ضيفنا في الاستوديو وكذلك مع ضيوفنا الذين سينضمون لاحقا معنا عبر الهاتف. وفي البداية سيادة العميد قراءة عامة في البداية للمشهد العسكري والأمني والسياسي خلال هذه المرحلة. حقيقة الأحداث متسارعة في اليمن سواء في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري، ولكن من خلال المتابعة الأولية منذ بداية الحرب نلاحظ تشدد القوى الانقلابية على أساس أنهم الأرض أو الواقع هو اللي يتكلم، وأنه من وجهة نظرهم طبعا وأنه بدون يعني ما إذا لم يتم التصدي وأيضا المواجهة العسكرية سوف يعني يرفضوا أي مبادرات سواء سياسية أو غيرها. الحقيقة كلنا نتابع أنه كانت آخر هذه الجلسات هو اللقاء في الكويت طبعا، وصلوا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالخروج بأي حدود بسبب تعنت الحوثيين. طبعا واضح الكلام أنه بسبب تعنتهم بحجة الواقع وبحجة أنهم يعني ماسكين الأرض على هذا الأساس، بينما لا يعملوا اعتبارات بأن هذا الواقع سوف يؤدي إلى كثير من الكوارث سواء في المدن سواء البشرية سواء أيضا من معاناة الناس والمستقبل القادم لليمن من كل النواحي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. ولكن هذا الذي وصلوا إليه من عنجهية بسبب ما يحصلوا عليه من توجيهات من جهات معروفة يعني للجميع خارجية، وأصبحوا في غيهم طبعا بأنهم هم أصحاب المبادرة، وآخرتها طبعا ما وصلت إليه أنهم يفرضوا مجلس سياسي ويدعو مجلس النواب بعد سبات عميق لانعقاد. هذا يدل حالات للترميم كلها. أيوة هذه كلها مبادرات لخلط الأوراق حقيقة، وليس الترميم ولكن لخلط الأوراق تجاه القوى السياسية ولتأخير أيضا الحلول لتأجيل الحلول السياسية لعل وعسى أن تأتي مبادرات من هنا وهناك. حقيقة يساعدهم في هذا الجانب اللي هي بعض المواقف من الدول في الموقف الدولي من حيث النظرة إلى الأمور الجارية في اليمن وأعباءها، وأيضا ميزان القوى السياسية في المنطقة، وكل هذا حقيقة يدخلنا في متاهات وارتباطات مع الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. جميل. وليس فقط يعني في اليمن. ممتاز. قراءتك السياسية ممتازة فيها يعني الصورة كانت كافية. قراءتك للمشهد العسكري وأبرز المتغيرات منذ انتهت مشاورات الكويت حتى هذه اللحظة، هناك من يتحدث عنه أنه الشرعية قالت يعني شيئا من كلمتها خلال هذه الفترة، ربما في متغيرات. الحقيقة يعني الحكم في الجانب العسكري أو التطورات العسكرية هناك تغيرات ملموسة لا ينكرها أي متابع يعني دقيق للتطورات العسكرية سواء في نهم أو منطقة نهم اللي هي طبعا في إطار محافظة صنعاء أو المناطق المجاورة لها، وهكذا أيضا في إطار محافظة الجوف وبعض المديريات اللي سقطت مؤخرا في يد الجيش الوطني والمقاومة. وأيضا التطورات الأخرى في تعز من سقوط بعض المديريات أو بعض المناطق، وكل هذا أيضا إضافة إلى التطورات الأخرى اللي في الساحة المناطق المحررة من تطورات أمنية تقدم. أيوة طبعا في تقدم بإحراز تقدم على القوى الخفافيش الظلام اللي موجودة واللي تعمل يعني عبر الريموت كنترول تتبع نفس الاتجاه أو نفس التوجه السياسي الذي طبعا كل يوم يكتشفوا إصابات، كل يوم يكتشفوا بعض الأسلحة وبعض المتفجرات وهكذا، وهذا كله يقودنا إلى أنه الواقع مترابط من جهة وفي نفس الوقت
هناك بعض المرامي السياسية خلف هذا النشاط العسكري وخلف هذا. هذا التقدم طبعا العسكري اللي بعد يعني فشل المحادثات في الكويت هو حصول تقدم في نهم، وصل إلى جبل هيلان وإلى مناطق أخرى في إطار صنعاء. تعتبر غريبة طبعا. أيوة غريبة. أنت خبير بهذه المناطق وربما عشت فيها. نعم حقيقة هي المناطق مسافتها لا تتعدى يعني بحدود ما بين 15 إلى 20 ساعة في يعني من مسافة يعني بالطرقات طبعا، ولكن هذا أيضا بحد المسافة طبعا، لكن بالنسبة للأسلحة وهذا هي في إطار مرمى القوات التحالفية تصل إليها بكل سهولة. طيب. فقط أنه الفارق هنا أنه القوات الشرعية والجيش الوطني والمقاومة لا يريدوا أن يدخلوا في الحرب المباشرة الميدانية بدون أن يحدث بعض تغيرات. أيوة. ولعل وعسى أن تعيد حساباتها هذه القوى الانقلابية في إطار صنعاء وهكذا. وأنا أقول هكذا ومن على هذه القناة أن هناك بعض الحسابات المستجدة المتطورة في طبعا الأحداث العسكرية وأيضا في الجانب السياسي. لا ننسى أن كل هذه الهلامة اللي عملوها الانقلابيين سواء من تشكيل المجلس السياسي وبعدين يجي المجلس النواب يبارك المجلس السياسي، بينما هو المفروض العكس يحدث، كان أنه السلطة الشرعية اللي هو مجلس النواب هو صاحب المبادرة في مقترح للمجلس السياسي على الأقل، لكن أنه يجي المجلس السياسي ويجي بعدين المجلس التشريعي ويباركه، هذا طبعا هنا تناقض واضح. نعم. من التضارب اللي يعيشوه. جميل. طيب احنا نستفيد من وجودك معنا بحكم انك خبير بالشؤون الأمنية والعسكرية مثل ما انت كذلك متابعة وشخصية سياسية. البداية من عدن، خلال هذه الأيام أصبح واضح أن الأجهزة الأمنية عصفت بالقتلة والمجرمين ومنفذي العمليات الإرهابية، وهنا السؤال، هل أصبحت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن متفوقة أم أنه أساسا الإرهاب متناثر ومهزوم؟ الحرب هنا في عدن وفي محيطها وفي المحافظات الجنوبية بشكل عام المحررة، الحرب هنا يختلف عن الحرب اللي موجود في صنعاء أو في الجوف أو في المناطق أو في تعز أو غيرها من المناطق. حرب عسكرية وقد يكون فيها شبه يعني مواجهة نظامية بين قوات عسكرية، لكن ما يدور في عدن وفي المناطق المجاورة لها لاحق وأبين، والآن انتقل الموقف إلى أيضا كمان شبوة، وسبق هذا الكلام أيضا في حضرموت. المواجهة هنا أنت تكافح خفافيش قوى إرهابية يعني تتلون وتستخدم أساليب الكر العصابات، اضرب واهرب. ايوه. لكن والحرب مع هذه العصابات ليس بتحقيق او مثلا بالتقدم الى منطقه ومن خلال تقدمك انت تفرض سيطرتك، لكن بالعكس هنا طبعا حققت نجاحات في كشف هذه الاوكار او هذه التنظيمات اللي نتكلم عليها الارهابيه وغيرها من مسميات التي تأخذ شكل صور وأشكال مختلفة، طبعا تحركت وفقا لأيادي لها خلفياتها السياسية والأهداف السياسية، لكن اكتشافها هو صعوبته في أن هذه التنظيمات هي تسير على شكل أنقودي، لا تقدر أنك تكتشف مجموعة وعلى ضوءها توصل إلى اكتشاف كل الخلايا، بالعكس بتحصل أن كل خلية لا ترتبط بالخلية الأخرى من حيث الأعداد، اللهم بشخص فقط، وهذا الشخص قد لا توجده بسهولة في الواقع أو في المخفي أو يأخذ هكذا صورة الاختفاء. في نفس الوقت الدليل على هذا الكلام أنه عندما تكتشف أنت مجموعة وخلية في منطقة المنصورة تجد خلية أخرى في كريتر، تجد خلية أخرى في خور مكسر وهكذا، هذا لا يوصلك إلى الخيط النهاية، الخيط في كشف كل العصابات هذه. وهذا هذا من جانب. من جانب آخر لا ننسى أنه المحافظات المحررة هذه
وجود هذه العناصر ما أجا ليسوا ذو بيئة ناشئة من داخل المنطقة يعني ذات يعني جانب تاريخي. هذا كله يعني من قوات الفساد والإفساد اللي وجدت في النظام في اليمن الذي طبعا هذا هذا النظام الفساد والإفساد أوجد هذه العناصر. أولا في بعد عام 90 بعد قيام الوحدة استخدم هذه العناصر من أجل أهداف سياسية، وكانت هذه الاغتيالات تتم في صنعاء في البداية وبعدها انتقلت إلى ماجد مرشد وما إلى ذلك. يعني بغض النظر أيضا هناك من قد يقول اليوم لماذا هذولا جنوبيين فقط أو هذولا من نفس المناطق من عدن أو من لاحق أو من، لكن لو أجينا هذا الكلام هل كان لهذا العناصر وجود قبل الوحدة؟ فهذا الكلام مستحيل أن حد يعني يقول هذا الكلام أي متابع لبيب طبعا للأحداث ولا. إذن القوى في صنعاء أو النظام اللي وجد في صنعاء هو أراد هذه العناصر، هذه الأدوات هو صنعها. أيوة طيب أدوات. أنا بواصل الحديث معك بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا مراسل قناة عدن الأستاذ وضاح الشليلي. مرحبا بك أستاذ وضاح. مرحبا أخي غسان. أهلا وسهلا بك. مساء النور. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. كان لك زيارة إلى الخطوط الأمامية لجبهات الصبيحة وهذه بادرة جميلة منك، نشكرك على هذا الجهد الذي تبذله. أستاذ وضاح، كيف كانت الصورة؟ كيف وجدتم أبناء الصبيحة وهم يذودون عن حياض الأرض الجنوبية في مواجهة العدوان والاحتلال العفاشي الحوثي؟ نعم أخي غسان، زيارة قناة عدن بجبهة الصبيحة وتحديدا جبهة كهبوب وجدنا هناك أمثلة متميزة في صمود من قطع النظير. وجدنا هناك الأبناء الصبيحة متواجدون في كل المواقع. قبل 10 أيام كانت هذه المواقع التي زرناها تحت احتلال وسيطرة الحوثيين، لكن بعد تحرك أبناء الصبيحة وحررت هذه المناطق. الحديث عن مناطق جبهة كهبوب، هناك يعني استراتيجية، منطقة استراتيجية الإعلام تقريبا غائب عنها. عند وصلنا إلى الجبهة وجدنا أن هذه المنطقة هي تعتبر الحزام الأمني لباب المندب. باب المندب معروف أنه يعتبر ممر دولي للملاحة الدولية، والسيطرة عليه يخنق هذا الممر وأيضا يهدد محافظة عدن باعتبار أن باب المندب هو امتداد لعدن والمحافظة الجنوبية. هناك يعني أمثلة متميزة أذكر لك مثال بسيط. في قبيلتين كانت على مر الأعوام الماضية شعر كان بينهم شعر، فلما وصلت الأمور إلى أن يقفوا وقفة رجل واحد اتفقوا جميعا وتركوا خلافهم، وقدمت هذه القبيلة قبيلة المغابرة على ما أعتقد المغابرة والأكاعلة حسب ما تكلم نعم حوالي 50 شهيد. هذا النماذج مشرفة لجبهة الصبيحة. جميل. وأيضا لكل المقاومة هناك في هذه الجبهة. طيب وضح، يعني نستطيع من خلال كلامك أن نشعر بالإطمئنان أنه لا خوف على الجبهة هناك. الجبهة كيف؟ هل هي جبهة متماسكة، جبهة صامدة، يعني تستطيع أن تقول أنها مؤمنة من أي تقدم للحوثيين؟ نعم نعم، هناك 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 قادة وهناك مقاومة وهناك انتشار لكل المناطق والشباب الموجودة والمحيطة في هذه المنطقة. هناك تخطيط عسكري محكم لا يمكن بكل الأحوال أن يتجاوزوا أن يمر مرور الكرام. طيب هناك تقريبا بقية مسافة بسيطة في هذه المنطقة هم الحوثيون هناك محشورين لا يستطيعوا أن يتقدموا. جميل. بسبب المقاومة الموجودة. طيب. طيب. وضح ماذا عن أخبار العاصمة عدن؟
العاصمة عدن تعيش هذه الأيام نوع من الأمن والاستقرار. كل يوم هناك فيه يعني فيه إلقاء القبض، اكتشاف خلايا. هذه الأمور أصبحنا متعودين عليها هنا في العاصمة عدن. هناك حديث الناس اليوم هو عن الموارد، الموارد التي تدر الاقتصاد الوطني من خلال افتتاح المطار، مطار عدن. كل يوم سنذكر بأن افتتاح مطار عدن هو يعتبر إنجاز كبير، لأن هذا المطار يعتبر منصب رئيسي. وأيضا هناك كثير من الأمور التي فتحت جبهات نستدعي أن أغلق جبهات تنمية في هذا المجال. شكرا لك، شكرا لك. أيضا هناك نعم نعم أكمل وضع، أكمل إذا بغي شيء، أكمل أكمل إذا بغي شيء عندك. هناك هناك مدراء عموم المديريات يعملون ليل نهار بهدف تأمين كل المناطق الموجودة. أيضا في مديرية البريقة هناك مشاريع المياه، مشاريع للكهرباء. على ذكر الكهرباء، هناك خلال اليومين هذه أو أمس خرج محطة الحشوة عن الوضع، فهذا بالتالي سبب ضعف الانقطاعات. إن شاء الله تعود، نعمل أن تكون هذه الانقطاعات وقتية إن شاء الله تعود، وإن شاء الله في ميجات كهرباء قادمة، وإن شاء الله تتضبط كل الأمور إن شاء الله في العاصمة عدن. مراسل قناة عدن الأستاذ وضاح الشليلي كنت معنا من العاصمة عدن، شكرا جزيلا لك. سيادة العميد محمد المرفدي كان في صلب الحديث حق الأستاذ وضاح عن ما تسوده عدن من حالة أمنية، يعني من خلال ما ينفذه رجال الأمن من عمليات ضد الإرهابيين هناك. بالحديث عن الحزام الأمني، ما يقوم فيه الحزام الأمني من مهام جبارة، هل أصبح هذا الحزام الأمني هو العمود الفقري الآن للعملية الأمنية؟ حقيقة الحزام الأمني هو قوة حديثة تشكل، أيوة. ومن هذا الأساس أو من هذا المنطلق بعتقد أنه قوى تشكيله هو من الشباب، قد بعضهم لا تكون لديهم خبرة في الجوانب العسكرية أو في الجوانب الجنائية أو في الضعف في بعض التوجيهات السياسية، قد توجد أحيانا هنا أو هناك، أو أخطاء فردية من قوات الحزام الأمني نفسها. لكن هناك بعض المهام أو الإنجازات اللي لا يمكن أن يتجاهلها إلا الإنسان الجاحد. حقيقة قوات الحزام الأمني حققت الكثير من الأمور الذي مقارنة بالفترة الزمنية أو فترة نشاط هذا الجهاز الحديث التكوين قيام الخبرة الكافية لقواته، هناك اكتشافات أو إنجازات بالضبط في كشف عناصر في خلايا، بكشف أيضا أوكار فساد وهكذا. لا ننسى أنه دائما هكذا عندما الثورات وتجي التغيير توجد بعض الاختلاف في وجهات النظر، في أحكام مسبقة وفي أحكام ذاتية قد تكون، وفي لكن هذا هو المطلوب، أنه في هذا الأوضاع بالذات يجب أن تركز الجهات الداعمة للحزام الأمني على ترتيب أوضاع هذا الجهاز، تطويره، أيوة، العمل على التأهيل في إطار نفس القوة، جميل. إحكام الخطط العسكرية من حيث الانتشار ومن حيث تجديد. أيوة، تجديد القوة نفسها أيضا سوف يلعب دور في هذا، بالإضافة إلى التنسيق، التنسيق مع الجهة المقابلة في السلطة المحلية في عدن، السلطة المحلية في لاحق هكذا. نعم، أريد أن أسألك عن بعض الأجهزة. هناك من يتحدث عن الاستخبارات أو ما يسمى مختلفة الأجهزة، ما تسمى بالدولة العميقة. هذه الأجهزة هل أصبحت تؤدي دورها في هذه المرحلة أم أنها حلقة مفقودة في العملية الأمنية؟ سؤال هذا حساس جدا، وهنا يعني لا ننسى أن الفترة الزمنية هذه اللي نحن نمر فيها والظروف الراهنة اللي نمر فيها لم تجعل الجهاز بشكله المتكامل. الجهاز الاستخباري
هو جهاز متكامل من قمة السلطة إلى الضابط الميداني أو وهكذا، بيوجد في الشارع، بيوجد في الحي، بيوجد في المديرية، بيوجد هكذا وعلى مستوى المحافظة وإلى آخره. لكن الظروف الراهنة طبعا النظام السابق هو ما أراد أن تنهار كل أجهزة الدولة، خدمة لأهدافه ومصالحه. وهذا الكلام لا نتحدث فقط عن جهاز أمن سياسي ولا جهاز أمن قومي أو جهاز عسكري في الشرطة أو هكذا. والدليل على هذا أنه معسكرات كاملة أفرقت، فهذا وقدها قوة عسكرية، ما بالك بالأجهزة هذه. هذه الأجهزة كانت أول هدف تعمد النظام تعمد النظام السابق إخفائها فعلا، وأيضا استهداف القوى الوطنية في هذه الأجهزة، العناصر العناصرها الرئيسية سواء الكوادر اللي كانت يعني اللي قد كانت في البيت أو تنشط في إطار المجتمع في من خلال المنظمات أو من خلال الأنشطة الاجتماعية وغيرها. طيب. بما فيها النشاط المقاومة وهكذا. لا ننسى كمان أيضا حاجة واحدة، إنه هذا الجهاز الأمني السياسي الاستخباري هو يشتغل وهو نشيط موجود، يكون في العلم، وأنا عندي ما يدل على هذا الكلام من بعض الإنجازات، لكن ليس بشكل الجهاز المتكامل، وهذا يحتاج إلى فترة معينة، وهذا هو المطلوب. يعني صراحة. ليس كمؤسسة أمنية لا، كمؤسسة موجود، لكن كنشاط متكامل كجهاز يتبع جهاز دولة متكامل هنا في بعض الخلل وفي بعض هذا، هو بحاجة إلى إعادة إنعاش. أنا كنت أريد أن أسألك، هل من الممكن مثلا تكوين أجهزة استخباراتية؟ لكن أنت في إجابتك هذه وضحت لي كثير من الأمور. مكافحة الإرهاب سيادة العميد، هل هي عملية مثلها مثل أي مهمة عملية أخرى، أم أنها تحتاج إلى جاهزية مختلفة؟ حقيقة هنا القصور الموجود في الواقع، الأجهزة الاستخبارية هي دورها يأتي في إطار منظومة يعني سياسية متكاملة يختلف عن أي جهاز آخر. أنا ممكن أنشئ أي وحدة عسكرية أو أمنية وتشتغل في إطار مديرية، لكن هذا الجهاز أو النشاط لهذه المنظمات الإرهابية أو العصابات أو هذا يتطلب إلى أن توجد يعني أجهزة استخبارية دقيقة، لأنها تعطيك المعلومة منذ أجهزة استخباراتية قبل العمليات العسكرية فعلا، لأنه هنا أولا تأتي المعلومة، والمعلومة بحاجة إلى تكرار، بحاجة إلى تجديد، بحاجة إلى ربط، بحاجة إلى تحليل، بحاجة إلى أن توصل إلى القرار السياسي في إطار بعد هذه المعلومة الاستخبارية. ما الذي سنتخذه؟ أيوة، يعني طبعا هذا القرار اللي هو طبعا هو المواجهة وفين وكيف وهكذا. لكن في نفس الوقت النشاط هذه المنظمات الإرهابية، الفارق هو عكس النشاط العسكري الذي ممكن أنا أواجه هذه المنظمة من خلال مداهمة تمك الموضوع على خاتمة أو يعني رصد عناصر وكيف أصطادها وأحتجزها وأعتقلها وهكذا. لكن كعمل سياسي استخباري يسبق كل هذا، هو هنا بيت القصيد، هو هنا لب الموضوع اللي يوصلك لأن قاعد. فالعمل السياسي الاستخباري في الظروف الراهنة في ظل قياب أجهزة نشاط أجهزة الدولة المتكاملة بيظل قاصر، لأنه مهما اكتشفت أنا من خلية سواء على مستوى مديرية، أنا اكتشفت خلايا موجودة مثلا في مديرية، هل بعدها أنا أقوم بالدولة توجد بكامل كيانها؟ لأن مواجهة هذه الأنشطة الإرهابية يتطلب وجود كل الأجهزة، مثلا في المجال الإرشاد، في مجال التربية والتعليم، في مجال الثقافي، في مجال الإعلامي، في مجال الاقتصادي أيضا، يعني واجبة بكل أجهزة الدولة عندها مهام بمواجهة ليس فقط أمن. وضحت الصورة بشكل كافي. طيب أنا أريد أن أخذك حقيقة من خلال هذا السؤال إلى حدث حصلت يمكن قبل 20 يوم وحاجة في منطقة يافع، وأنت ربما كنت متابع للأحداث ومن أبناء هذه المنطقة. دار الحديث وكثر حول
تواجد الحزام الأمني في يافع، هل مثلا هناك من يمانع تواجد الحزام الأمني في منطقة يافع أو في قبيلة يافع؟ وما موقف القبائل من خلال التعاون أو المنع بالنسبة لهذا التواجد الحزام الأمني؟ كيف كان موقف أبناء المناطق هناك وموقف القبائل؟ هذا السؤال أنا أعتقد أنه سؤال يعني جيد جدا، وحين الصورة يجب أن تكون واضحة فيما يتعلق بتواجد الـ أي أجهزة تتبع دولة أو مؤسسة عسكرية أو أمنية. يجب أن نفهم أولا قبل كل شيء أن هذه الأجهزة عندما تنشط في إطار المدينة هو شيء، وعندما تنشط في إطار المجتمعات القبلية أو اللي أو الأماكن هكذا بكل صراحة أقولها، أماكن حيث لا توجد كل مقومات الدولة. إذن أنت طالما ماش يعني لا توجد كل مقومات الدولة بأن في أن تكون لها تواجدها الفعال على مستوى هذه المديرية أو هذه المنطقة أو هكذا، إذن أنت تبحث عن الجماع الشعبي الاجتماعي القبلي أو هكذا. أيوة المدير المساند. فالحزام الأمني بالنسبة لقبيلة يافع يعني هم من أبنائهم، ما همش ما أقولش من يعني إطار يعني سواء من ناحية قبلية أو من ناحية اجتماعية كمحافظة لاحق أو من ناحية أبناء الجنوب بشكل عام، لكن الفارق أنه أجا في إطار نسيج جغرافي معين بخصوصية يتميز بين المدنية والريفية، وبالتالي الدور الاجتماعي للشخصيات الاجتماعية إجماع على هذا الدور هو أيضا خصوصية. أنا تعجل لي بالإجابة حول موقف أبناء مرفد وأبناء القبائل من تواجد الحزام الأمني، لأن الدكتور عدرس النقيب معنا على الحديث. حياك الله. أنا أولا أنا من نفس مرفد يعني من نفس المنطقة مرفد، وحقيقة كان أنه حدث في هذا الجانب أنه يعني عندنا مشاكل موجودة أي زي أي منطقة ريفية توجد مشاكل قبلية على جوانب معينة على، لكن هذا الحل في هذا الإطار أنه عندما أنا أتخذ أي قرار كجهاز الدولة يجب أن أراعي الظروف الاجتماعية الموجودة في هذه المنطقة، بحيث أني أبناء مرفد مؤيدين ومساندين لوجود الحزام الأمني في يافع، وهذا ما أثبتت الأيام. طيب أستاذ نعود للحديث معك بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الدكتور الناشط السياسي المعروف عيدروس النقيب. مرحبا بك دكتور عيدروس. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا بك إلى حصاد اليوم من قناة عدن الفضائية. حقيقة دكتور أصبح المشهد السياسي اليمني بحاجة لكثير من القراءة التي تدل الإنسان على بعض العلامات والدلائل الواضحة، كيف تقرأ المشهد؟ الحقيقة أن المشهد السياسي اليمني تدخله مجموعة من التعقيدات والثنائيات المتداخلة والمعقدة، وبالتالي لا يمكننا الحديث عن مشهد واضح المعالم يقدم لنا رؤية يمكن استقراء تحركاتها باتجاه معين. ما تزال اللوحة ضبابية بسبب تعدد الثنائيات وتداخل التعقيدات فيها. فهنا نحن عندنا ثنائية الشمال والجنوب، وثنائية الوحدة والانفصال، وثنائية الشرعية والانقلاب، وثنائية المدني والعسكري. كل هذه الثنائيات تترك أثرها في المشهد السياسي اليمني. طيب دكتور، أمس كان أو أول أمس في هناك مؤتمر لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وكذلك الوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لا شك أنك تابعت، لكن القراءات اختلفت. هناك من يتحدث عن كأنه اختلاف بالموقف الأمريكي، تحولت أمريكا من شريك إلى وسيط. هناك من يتحدث أنه كيري ماذا يقصد بالطرف الثالث. هناك يعني كان حديث عن موضوع أنه العمليات العسكرية لا تأتي بالحل. ما الذي اتضح من خلال ذلك؟ أنا تابعت مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقد الأخوة عادل الجبير والجون كيري. الحقيقة
يعني يمكن القول ان ما صدر على الاقل ما صدر الى الان بغض النظر عن ان في كثير من الامور غير واضحه من السابق لعوان الحكم على مجمل المبادره، لكن ما صدر الى الان وما جرى التصريح به يشير لنا الى ان الطرف الانقلابي هو كسبان من هذه المبادره التي طرحت. وانا اتحدث عما سمعته من الاحاديث. نعم. وبالتالي وبالتالي فمن الان يعني ما كنت اتوقعه هو ان السلطه الشرعيه هي من سيعتذر عن القبول بما تضمنت المبادره. نعم. اما وقد قبلته السلطه الشرعيه كما سمعت، فانه اعتقد ان هذا يمكن ان يشكل مدخل للوصول الى حل معقول. نعم. وان كنت شخصيا لو انني في مكان الرئيس عبد الرب منصور هادي لرفضت ما تضمنته المبادره. نعم. دكتور عدرس النغيب كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. طبعا الحكومة الشرعية صدر منها تقريبا توضيح أو بيان أنه تؤيد أو, 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 أو تتحدث عن موافقة للمبادرة الجديدة، أو بالأصح تقبل بأي حلول شرط أن تكون ملتزمة أو هذه الحلول تعود إلى المرجعيات الثلاث. سوف أناقش معك هذا الموضوع سيادة العميد بعد أن نذهب إلى الحصاد السياسي وأبرز محاور نقاشنا في حصادنا السياسي. مجلس الوزراء يرحب بأي حلول سلمية شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها. رئيس هيئة الأركان يزور معسكر النصر التدريبي في محافظة مأرب. عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ووضع حدا للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية. وجدد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر جدد التأكيد على استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع أي حلول يرحب أو أي حلول سلمية شريطة أن تكون هذه الحلول تحت سقف المرجعيات المتفق عليها. واستمع المجلس إلى تقرير تفصيلي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض فيه التطورات الراهنة في الملف السياسي، وخاصة بعد الاجتماع الرباعي الذي عقد في جدة لبحث الأزمة اليمنية، متطرقا إلى أنه كان يحمل رسالة صارمة للميليشيا الإنقلابية مفادها بأن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل المزيد من التسويف والمماطلة التي يتجه الإنقلابيون. كما ناقش المجلس الإطار العام لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية الذي قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الهادف لتأمين التعافي الاقتصادي القومي واستعادة الاستقرار الأمني والسلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المغدشي اليوم معسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب، وأشاد المغدشي بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني مسدودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، مشيرا إلى أن أبطال الجيش والمقاومة يتقدمون باتجاه العاصمة صنعاء وأنها باتت قريبة وفي متناول اليد، وخاطب منسوبي المعسكر قائلا النصر سيتحقق على أيديكم وواثقونا من النصر، لأننا لا نقاتل من أجل شخص أو مصلحة ذاتية بل نقاتل من أجل استعادة وطن مسلوب. والسؤال سيادة العميد من آخر جملة، وهي المقدشي يقول أن صنعاء باتت في متناول اليد وهي قريبة، بالكلمة التي ألقاها في معسكر النصر في مأرب، تعليقك على هذا الموضوع؟ حقيقة الأوضاع العسكرية في المناطق الجبلية تختلف عن الأوضاع العسكرية في بعض من منطقة إلى أخرى، والتضاريس الجبلية الموجودة بين محافظة مأرب وأيضا محافظة الجوف مع صنعاء يعني هنا لها عدة صعوبات في أن يحزوا التقدم الذي يمكن يقول عليه بسهولة نتيجة لطبيعة التضاريس الجغرافية الجبلية الموجودة في هذه المنطقة وأيضا الانتماءات القبلية الموجودة في هذه المناطق، لأنه حقيقة المخلوع خلال سنوات حياته عمل على زرع بودر الخلافات الاجتماعية بين أوساط القبائل في هذه المناطق، وظل يلعب بهذه الخلافات متى ما يريد أن يشعلها ومتى ما يريد أن يطفيها، وهكذا كما هو حدث أيضا أثناء الحروب السابقة في صعدة
كان عندما يريد أن يشعل الحرب يشعلها، وعندما يريد أن يوقفها يوقفها بالتلفون. لكن هنا فأنا أقصد أنه بالنتيجة سؤالك، المنطقة تمر في عدة تضاريس جبلية، وهذه التضاريس كل مرتفعات هذه الجبلية من يسيطر عليها؟ هذه التباب هكذا يسيطر على المنطقة الذي بعدها وهكذا. وعملت قوى الانقلابية بكل قوتها على التحصن في هذه المناطق، استفادت من مرور فترة زمنية منذ 25 مارس العام الماضي إلى بعد يعني إلى مشارف العام هذا على بناء تحصينات وعلى وعلى وعلى، بإضافة إلى طبعا يعني إيجاد شباب من أبناء القبائل بأساليب مختلفة لا نزل بها من سلطان لتجنيد الشباب. جميل. وقرهم إلى المعارك تحت مسميات عدة وتبريرات عدة. وهذا هو حقيقة ما يجعل أنه الحل العسكري يسير بصعوبة، بينما في نفس الوقت الحل السياسي اللي هو منطق العقل برضه أيضا في صعوبة. اليوم الحكومة طيبة عن جهية وتوترس. الحين مجتمع رئاسة الوزراء أصدر تقريبا بيان، الحكومة اليمنية الشرعية أصدرت مثلا موقف أنها ترحب بأي حلول على أن تكون هذه الحلول تحت سقف المرجعيات الثلاث المعروفة. وهنا حقيقة هل سنشهد تنازلات؟ يعني نحن المرجعيات الثلاث نحن متمسكين فيها طوال يعني فترة طويلة، ولكن نعم. وصلنا إلى أولا أنا أسمح لي في هذا الإجابة على سؤالك هذا، أنا أشكر الدكتور عيدروس ناصر، هو طبعا إنسان سياسي مخضرم ويعني له يعني آراء في عدة مجالات في مجال التطورات السياسية في الوضع الحالي في اليمن، وأيضا لكم شخصيا وقناتكم أيضا لهم لقاءات سابقة تابعت بعضها فيما يتعلق من رؤى سياسية للحل الوضع الحالي. أو اللقاء الأخير الذي تم وعلى ضوءه اللقاء الذي شمل أو اجتمع فيه وزير الخارجية السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي مع وزير الخارجية الإماراتي مع وكيل وزارة الخارجية البريطاني، أعطى رؤوس أقلام المبادرة، أعطت رؤوس أقلام عناوين فقط، ولكن من حيث مضمونها الكل متمسك بقرار 22/16. إذن هذه أحد المرجعيات، أيضا متمسك بالحوار بالمبادرة الخليجية، لكن في نفس الوقت لا ننسى أنه الواقع السياسي هذا يواجهه واقع عسكري من جهة، بالإضافة إلى أنه الحلول السياسية معروفة أنه كل نزاع مسلح لازم يوصل بالنهاية إلى حلول سياسية، لكن ما الذي يحكم هذه الحلول السياسية هو نتائج الواقع اليوم في جانب عسكري. نعم، في تصريحات في جزء من حديث كيري وزير الخارجية الأمريكي أنه السلاح يكون إلى الطرف الثالث، وأنا لا أسألك عن موضوع الطرف الثالث. اليوم في ردة فعل حصلت من قبل الإنقلابيين على أساس نحن لن ننزع السلاح، وحتى صرح هكذا سننزع كبده من يفكر أن ننزع السلاح. وهنا السؤال، في حالة أن الحوثيين لن يسلموا السلاح، المجتمع الدولي هنا أمام مسؤولية، الخيارات المطروحة أمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي. الحين أخي العزيز، أولا يجب أن نعرف أنه مسألة نزع السلاح هو لا يعني أنه أنا أجي أخذ الآلي من كل شخص. المقصود المقصود بالسلاح هو الأسلحة الثقيلة، هو الأسلحة المعدلة وفوق. لكن أولا يجب أن نعرف من مقصود بالجهة الثالثة، وهنا يعني على ما يقال هكذا باللغة الدارجة المعنى يبقى ببطن الشاعر، رغم أنه أنا عندي متابعات من قبل بأنه منذ المحادثات في الأخيرة في الكويت بدرت بعض المبادرات بأنه هناك قوة ممكن تشارك، ومن ضمنها سلطنة عمان، من ضمنها أيضا الأخوة في الكويت الأشقاء،
ومبادرات منهم كيف يساعدوا في هذا. لكن في نفس الوقت هناك كل طرف، مثلا لو أجينا الشرعية هي بتطرح يعني شخصيات عسكرية وسياسية وأمنية، وأيضا الانقلابيين بيطرحوا على أساس أنهم هذولا خارج الصراع أو خارج اللعبة العسكرية الموجودة أو أنهم محايدين. بينما الحقيقة هو أنه كيف أنت تعيد هذه الأشياء، مش يعني تعيدها إلى أجهزة السلطة أو تخدم السلطة. هنا بيت القصيد، هل هذا الكلام ممكن في ظرف يوم وليلة؟ شوف هنا الحقيقة إيش الذي أدى إلى ما نحن إليه اليوم، إن بناء القوات المسلحة لم يكن على أساس وطني ولكن كان يخدم اتجاهاته هكذا. طيب هناك كثيرا يتحدثون أنه لابد من الحسم العسكري، وهنا أنا أريد أن أسألك بشكل مباشر، هل ممكن أن يكون في حسم عسكري؟ الحسم العسكري أنا شوف أنا بأنظر له من ناحية، الحسم العسكري بشكله العسكري فقط مستحيل، لأنه يعني أنا 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 بقول لك ليش مستحيل. هو مش قصة يعني قوة عسكرية، لا، المسألة يفترض أن تكون في عدة جوانب. أنا زي ما تكلمنا في البداية إنه هذا الجانب العسكري بيوصل إلى الجانب السياسي، إذن الجانب السياسي بيوصله ضغوطات في عدة جوانب. مثلا هناك في تكامل بين السياسي والعسكري، عسكري وسياسي ومالي واقتصادي وغيرها. طيب في معنى بوصل الحديث، هناك في معنى اتصال، معنى إنه يدوب مسك معنا الخط، معنا الأستاذ والإعلامي فؤاد المسلمي من محافظة تعز. مرحبا أستاذ فؤاد. أهلا بك سيدي الكريم، يعني جيد جدا أنه مسك الخط معنا بالتواصل معكم. ما هي أخبار الحاسمة تعز؟ يا أستاذ العزيز، تعز تشهد منذ أكثر من أسبوع عملية تطهير واسعة لميليشيات ومطاردة ميليشيات الحوثي والمخلوق صالح في أكثر من 25 جبهة على امتداد أكثر من 3000 كيلومتر مربع على المدينة. هناك يا أستاذ العزيز أبناء تعز اليوم ينضمون تباعا إلى الجبهات استعدادا وإعلانا للمرحلة الثانية لانطلاق عملية التحرير الكاملة والذي تستهدف بها الجيش الوطني والمقاومة والتحالف العربي أرياف تعز. اليوم أبناء تعز يتنفسون الصعداء بعد أن فتح الحصار جزئيا من الجبهة الغربية وحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمات وانتصارات كبيرة جدا خلال الأيام الماضية. الآن أفهم من كلامك أنه كسر الحصار جزئيا كليا، يعني الآن القوافل الإغاثية تدخل، الحركة أصبحت يعني طبيعية نوعا ما. ما هي الفائدة التي تحققت من خلال هذا كسر الحصار؟ نعم يا أستاذ العزيز، بعد ما أن تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بإسناد طيران التحالف وحققوا انتصارات كبيرة وتم تأمين خط الضباب الرابط بالتربة وعدن، هناك الآن بدأت القوافل الغذائية تتدفق على المدينة، لكن ليست بالحجم المطلوب للمدينة. المدينة عاشت أكثر من سنة وأربعة أشهر عن حصار خانق. المدينة بحاجة إلى تمويل غذائية ودوائية. هناك أستاذ العزيز لحد الآن لم تتحرك المنظمات الدولية بعد أن أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تطهير خط الضباب من الألغام، وهو اليوم وجه ناطق الجيش الوطني أن خط الضباب مؤمن كامل، وجه نداء إنساني لجميع المنظمات الإنسانية لإغاثة أبناء تعز الذين مر على سنة وأربعة أشهر على حصار مطبق وهو قصف عشوائي وحرب على مداخل المدينة. اليوم أستاذ العزيز أبناء تعز ينضمون تباعا، والقبائل في منطقة طيب. الفجرية والطل وحيثان، وهناك تطهير عملية تطهير واسعة إسناد جوي من طيران التحالف العربي. أبناء تعز يشكرون اليوم إخوانهم في التحالف العربي وفي والحكومة والرئاسة لوقوفهم إلى جانبهم، وهنا أغلب في قادة الجيش الوطني وتكون طيب. عملية التحرير مستمرة حتى تتم تطهير المدينة من ميليشيات الحوثي وصالح الذي عادت فيها فسادا على مدى سنة طيب. أربعة أشهر. فؤاد، يعني الآن يعني القبائل المتفاعلة وأبناء تعز زي ما قلت أنت ينضمون، قيادة جديدة، العميد سمير الحاج الناطق الرسمي بالجيش عندكم يقود المعارك، نوجه له التحية. التحالف وفر ربما رواتب لعدة أشهر أو الحكومة الشرعية لشباب المقاومة، وهناك في مساندة ربما من بعض فصائل المقاومة الجنوبية. الآن
الوجهة القادمة للمقاومة في تعز إلى أين؟ يعني هل مثلا سنشهد تقدم باتجاه مديريات أخرى؟ نعم يا أستاذ العزيز، هناك اليوم المحافظة بعد عودتي إلى المدينة وعدد من قادة الجيش الوطني والناطق الرسمي للجيش الوطني متواجدون في تعز يعدون خطة، كما أكدوا لنا أن هناك الخطة المرحلة الثانية، وأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أعينهم على ميناء النخا في الأيام القادمة، وفي الخطة الثانية التي استعلن عنها قريبا للتحرير، وهذا في المنفذ الغربي. أما في المنفذ الشرقي فأعيننا المقاومة إن شاء الله بإذن الله في خلال الأيام القادمة هي الحوضان، وإذا قطع خط الحوضان ستبقى الإمدادات على ميليشيات الحوثي في الدمنة والرائد والحريقة، شكراً لك. سيتم هناك تطهير المدينة بالجهة الشرقية نهائياً. شكراً لك، هذا هو الشغل الصح، شغل بدون اهتمام لا بتصوير ولا بكاميرات ولا بأي مظاهر إعلامية. سيروا كان الله معكم يا أبناء تعز. فؤاد المسلمي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى سيادة العميد، المعارك أصبحت في تعز قوية والمقاومة تتقدم، والانقلابيين يحاولون أن يسيطروا، يعني مجبرين يطردون، وهنا السؤال الكبير، ما هي أهمية تعز؟ والله أنا أقول لك حاجة، أولا بالنسبة لتعز هي منطقة أو محافظة لها الكثير من الميزات، سواء في الجانب العسكري، سواء بالجانب أيضا لقينا من ناحية الأهمية التعز جماهيريا، هي محافظة يتواجد فيها عدد سكان لا يقل عن 4 مليون مواطن ثقل، أيضا لها امتداد ساحلي كما ذكر الأخ في الاتجاه الغربي، من الاتجاه الجنوبي هي محايدة لأطراف لحج وعدن، محافظتي لحج وعدن المحررتين، أيضا من الاتجاه الشرقي هي الامتداد الآخر إلى العمق في الأطراف الأخرى باتجاه إب وهكذا والضالع وغيرها. طيب إذا أنا بقول أنه فعلا هناك مقاومة مستميتة موجودة في تعز، لكن هذا المقاومة حقيقة ليش كل ما وصلوا إلى نوع معين من الانتصارات تحدث بعدها بعض الانسحابات هكذا؟ أيوة أنا أقصد هكذا. إذن لازم نستفيد من التجارب السابقة، أنا قصدي هذا الكلام. إذن الخلل هو في وجود عدة أطراف، كانت هناك عدة أطراف، كل جهة تتبنى أنها هي تقود المقاومة، لكن الرأس أو الوحدة الرأس في إدارة هذه العمليات القتالية في مختلف الجبهات، متانة المقاومة، أيضا صدق التعامل مع المقاومة، هذا اللي كان يحدث بعض الأحيان الخلل فيه. الآن أنا بقول هكذا، التكاتف أبناء تعز، ما أعتقد أن في منطقة في اليمن تعرضت لأكثر من ما تعرضت لها تعز من حيث الجرائم، التعسف والظلم وغير ذلك، وهذا السبب يجب أنه هذا الكلام يزيدهم إصرار ويزيدهم تكاتف في مواجهة القوى الإنقلابية. شكرا لك، شكرا لك، كنت معنا سيادة العميد محمد حسين المرفدي الناشط السياسي المعروف والخبير العسكري والأمني، شكرا جزيلا لك. مشاهدنا الكرام، وصلنا إلى حصادنا لهذه إلى نهاية حصادنا لهذه الليلة، وأبرز ما ناقشناه هو ترحيب الحكومة الشرعية اليمنية بأي حلول سلمية تؤدي إلى حقن دماء الشعب اليمني، شريطة أن تكون هذه الحلول تحت سقف المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار 2216، تقدم كبير للمقاومة في تعز والانتصارات كبيرة، وتم كسر الحصار على تعز. اللواء محمد علي المغدشي رئيس هيئة الأركان العامة كان له تصريح واضح من معسكر النصر في مأرب أن صنعاء باتت قريبة وفي متناول اليد، بالإضافة إلى مناقشات أمنية حول الوضع في عدن والدور المشرف الذي يقوم فيه الحزام الأمني في عدن. هذا كان كل شيء في حصادنا لهذه الليلة، نلتقي نحن وإياكم في حصاد الغد، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.